عبد الملك الحوثي يكشف أسرار جماعة أنصار الله وكيف زادت قوتها، معلومات سرية لا تصدق أبدا. عزيزي المشاهد، قبل عرض الفيديو لا تنسى الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاشتراك بالقناة دعما لنا وتفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأحداث في وقتها. إذا كنتم من مشجعي قوة السيد عبد الملك الحوثي اضغط زر أعجبني حتى نعلم عدد مشجعي قوة أنصار الله في اليمن. السيد عبد الملك الحوثي، الإيمان المفرط بالأرض والمطلق بالله، مكن هذه الحركة من أن تثبت نفسها رقما صعبا في اليمن. لقد جعلوا من جغرافيا أرضهم الوعرة شاهدة على زمانهم وناطقة بتاريخهم الجديد الذي يكتبونه على صخر. 6 حروب واجهت أنصار الله في آخرها الجيشين اليمني والسعودي لم تزعزع إيمان أتباعها بأن الله أقسم لأوليائه أنهم إذا ما انطلقوا لنصره فإنه سينصرهم كيفما كان عدوهم، وفق ما يعبر مؤسس الحركة الشهيد السيد حسين الحوثي. خرج مقاتلو أنصار الله من كل حرب أقوى وأشد، علما أن النظام اليمني السابق وحلفائه لم يوفروا أسلوبا في مواجهة الحوثيين. في حرب 2004 رمي مؤسس الحركة باتهامات ادعاء النبوة والمهدوية والإمامة مجتمعة وبالتنسيق مع جهات خارجية. ارتكب الجيش اليمني وعناصر دينية متشددة تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح ارتكبوا المجازر، وكانت الصواريخ تنطلق من الأراضي السعودية باتجاه مران التي كانت معزولة بشكل تام عن العالم. في 10 سبتمبر 2004 انتهت الحرب التي امتدت 3 أشهر باستشهاد حسين الحوثي وسط تعتيم إعلامي تام إلا عن رواية السلطة اليمنية وحلفائها التي خلقت جوا متصالحا مع نتائج الحرب نتيجة التشويه الإعلامي الكبير الذي مورس داخل اليمن وخارجها ضد الحركة وأطروحاتها. محاولة اغتيال الحوثي الأب، حرب صعدة، العلامة بدر الدين الحوثي. على صعيد آخر، كان العلامة السيد بدر الدين الحوثي مهتما بقضية الإفراج عن الأسرى. تواصل نجل العلامة يحيى الحوثي الذي كان موجودا في صنعاء مع علي عبد الله صالح، فطلب الأخير قدوم الحوثي الأب إلى العاصمة. يروي صهر الحوثي عبد الرحيم الحمران ما جرى يومها. قالوا إنه بمجرد وصول العلامة السيد بدر الدين لصنعاء سيتم إطلاق كل الأسرى. ذهب إلى هناك ومكث عدة أيام، إلا أنهم لم يفعلوا أي شيء. حاولت السلطة اليمنية فرض الإقامة الجبرية على العلامة الحوثي لاستخدامه كورقة ضغط على المقاتلين اللاجئين للجبال. يقول البعض إنه تعرض لمحاولة اغتيال في صنعاء، لكن هذا غير مؤكد. ما هو مؤكد أن السيد بدر الدين عاد من صنعاء خلسة، لأنهم لم يتيحوا له فرصة للعودة. حتى أفراد أسرته لم يكونوا يعلمون بعودته، ينقل الحمران. بعد ذلك أخذت قوات الأمن اليمني تبحث عن السيد بدر الدين الحوثي. كان كمين سوق الطرح الذي أودى بحياة عدد من المقربين بالعلامة الحوثي مقدمة لتفجير الوضع. لاحقا نفذت القوات اليمنية عملية إنزال مظلي بهدف اختطاف أو اغتيال الحوثي، فاشتبكت مع عدد من مرافقيه الشخصيين، وهنا اندلعت الحرب الثانية. كان المطلوب مما تبقى من المقاتلين تسليم أنفسهم وما بحوزتهم من سلاح، وكان هناك إصرار على ضرورة التخلي عن شعار الحركة ومنع تدريس ملازم حسين الحوثي محاضراته. منع النظام اليمني الاحتفال بذكرى الغدير، وهي مناسبة دينية يحتفل بها الزيديون عموما. ضرب احتفال الغدير في عامها بالطائرات. امتدت الحرب الثانية بين تاريخي 18 مارس 2005 وحتى 4 أبريل 2005، فقاد المعركة عن جهة الحوثيين القيادي عبد الله بن عيضة الرزامي، وانتهت بإعلان السلطة اليمنية عن مقتل بدر الدين الحوثي. كانوا معتقدين أي السلطة أن السيد بدر الدين استشهد في الحرب الثانية،
لقد وجدوا عمته وبعض أغراضه بعدما استهدفوا المسجد الذي عادة ما يتواجد به، فاعتقدوا أنه استشهد، يقول الحمران. فيما يضيف الشامي: كانت مزاعم غير صحيحة، أرادوا أن يضعفوا نفوس المؤيدين لأنصار الله في كافة اليمن. كانوا يتحدثون عن مقتل قيادات، أحياناً السيد بدر الدين وأحياناً السيد عبد الملك، وحتى عن قيادات أخرى. أرادوا إضعاف نفوس المقاتلين والمتعاطفين. كانت الاتصالات بكافة وسائلها ممنوعة، حتى الزيارات إلى محافظة صعدة كانت ممنوعة بتاتاً. وأي صحيفة أو قناة كانت تحاول أن تتحدث عن أنصار الله كانت تقفل وتغلق وتواجه بتهم التخوين. انتهت الحرب الثانية ولم يكن هناك أي منطقة آمنة. توجه المقاتلون إلى منطقة الصفراء القريبة من الحدود السعودية، ولجأوا أيضا إلى نقعة، وهي منطقة في العمق فيها كهوف وجبال محيطة ويسكنها البدو. تجمع الشباب هناك مع السيد بدر الدين الحوثي، إلا أن ملاحقات السلطة دفعتهم للخروج نحو مطرة ونقعة لاحقا، حيث استطاعت الحركة إعادة تنظيم صفوفها لتتحول المنطقة لاحقا إلى مقر لقيادة عمليات الحركة، وفق ما يذكر الدكتور الحمران. عام 2006 تحديدا بين شهري يونيو وسبتمبر اندلعت الحرب الثالثة التي امتدت لثلاثة أشهر. بدأت الحرب بالاعتداء على المعتقلين في السجن المركزي بمدينة قحزة في صعدة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة معتقلين. انتقلت المعارك إلى الأسواق، كانت حربا طاحنة لم يستطيع إحراز أي تقدم، وانتهت بالتفاوض. فتم نقل معتقلي الجامع الكبير بصنعاء عام 2004 على خلفية ترديدهم شعار الحركة من السجون العامة في المحافظات إلى السجن المركزي. وعمد النظام اليمني إلى تغيير محافظ صعدة لتلطيف الأجواء وإيقاف الحرب، فاستجبنا لذلك. افتعلت السلطة اليمنية قضية تهجير يهودي بني سالم من محافظات صعدة لتشن حربا جديدة ضد أنصار الله. امتدت الحرب من يناير إلى يونيو من العام 2007. استفادت الحركة من إفراج السلطات عن حوالي 1000 معتقل قبل فترة من الحرب، فعملت على إعدادهم عسكريا. من مران انتقل أبو جبريل، وهي كنية السيد عبد الملك الحوثي، ليستقر في نشور التي شهدت لاحقا الحرب الثانية. فتوجه بعدها إلى منطقة نقعة في محافظة صعدة، وهناك التحق به العشرات من أنصار الحركة. جاء البعض بعوائلهم ومتطلبات العيش، معظمهم هاربون من الملاحقة والإيذاء والامتهان والتهديد بالسجن والعقاب. بدأوا ببناء مساكن متواضعة. صغر سن السيد عبد الملك الحوثي في الحرب الثانية وعدم معرفة المقاتلين به كونه انشغل بطلب العلوم الدينية لم تلفت انتباه أنصار الحركة إلى شخص أبو جبريل في البداية، بحسب أخيه السيد محمد، إلا أن وعيه وثباته وقدرته على إدارة الحرب وحنكته السياسية أظهرتها الأحداث المتسارعة، مبرزة الجوانب القيادية في شخصيته، حتى لمس فيه المقاتلون امتدادا لأخيه المؤسس. ظل وجه السيد الشاب مجهولا لاعتبارات أمنية، إلى أن اتخذت الحركة قرارا بنشر صورة الله بحدود العام 2008. يومها تعرف العالم إلى الشاب الذي قاد مجاميعه القليلة لانتصارات كبرى في حروب لازمه فيها والده العلامة الحوثي. شكل السيد عبد الملك الحوثي هدفا كبيرا للسلطة اليمنية وحلفائها. وفي العام 2010 إبان الحرب السادسة، خرجت وسائل الإعلام اليمنية والأجنبية بإعلان نبأ مقتله بإحدى الغارات الجوية السعودية. لم يكونوا يدركون أن للحكاية المؤسسة حسين الحوثي رواية كبرى ينتظرها العالم: عبد الملك الحوثي. السؤال هنا: هل فعلا جماعة أنصار الله تحتل المكان الأكبر في اليمن وفي قلوب شعبه؟ تعليقاتكم تهمنا فلا تحرمونا منها. حفظكم الرحمن جميعا. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.